بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين كان كلامنا في باب الإضطرار إلى الحجة لماذا نحن نحتاج إلى إمام ولماذا الأرض لا تخلو من حجة من يوم أن خلق الله آدما عليه السلام إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها الحجة سواء كان نبيا أو وصي نبي في هذا الحديث الرابع جاء رجل شامي الى الامام الصادق عليه الصلاه والسلام يريد ان يناظر اصحاب الامام في امر الامامه واثبات امامه الامام الصادق عليه الصلاه والسلام فجادله اصحاب الامام ومنهم هشام بن الحكم وقد ذكرنا أن هشام بن الحكم كان عامياً فهداه الله سبحانه وتعالى على يد الإمام الصادق، وفي فترة كونه عامياً كان مجسماً يعتقد بالتجسيم، لكن لما هداه الله سبحانه وتعالى صحح عقيدته فعلمه الإمام فلذلك صار متكلم الشيعه فتكلم هشام وجادل هذا الرجل الشامي وكان ملخص سؤال هشام عن الرجل الشامي ان الله سبحانه وتعالى لا يترك الخلق هملا بدون ان يرسل من يهديهم فمن الذي كان في الزمان السابق في زمان رسول الله محمد صلى الله عليه واله؟ خب طبعا الذي ارسله الله سبحانه وتعالى لذلك الزمان ليرفع الاختلاف بينهم ويبين الحق هو رسول الله محمد صلى الله عليه واله. زين هذا اتفق هذا اتفق فيه الشامي مع هشام. زين. بعد الرسول صلى الله عليه وآله من الذي يرفع الخلاف بين الأمة من قبل الله سبحانه وتعالى الشامي ذكر الكتاب والسنة زين هشام بن الحكم قال له الكتاب موجود بأيدينا السنة موجودة لكن نحن مختلفون لأن القرآن فيه متشابهات والقرآن بحاجة إلى بيان، فإذا القرآن يكون رافع للخلاف نجد أن الخلاف لم يرتفع لأنه أصحاب الأهواء الباطلة يتمسكون بمتشابه القرآن، ويجادلون بالمعنى الباطل الذي يريدونه يجادلون الحق، كما قال الله سبحانه وتعالى: آيات محكمات هن أم الكتاب. واخر متشابهات فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله وما يعلم تاويله الا الله والراسخون في العلم فاذا القران لوحده لا يرفع الخلاف واما السنه فالسنه طالها الكثير من التحريف بمعنى ان هناك ناس كذابون وضعوا احاديث ونسبوها الى رسول الله صلى الله عليه واله واصحاب الاهواء الباطلة والاراء الفاسدة تاييدا لارائهم كذبوا على رسول الله وضعوا احاديث جماعة من ها هنا وضعوا احاديث جماعة من هناك جماعة من طريق ثالث كل واحد يأيد كلامه بالاحاديث التي وضعها على على لسان رسول الله صلى الله عليه واله ونسبها اليه زورا وبهتانا فنشوف الان في زماننا يعني هشام بن الحكم يقول للشامي في زماننا حوالي 100 عام 120 عام مثلا بعد وفاه الرسول صلى الله عليه واله المسلمون منقسمون انقساما شديدا هناك فرق كثيره والقرآن والسنة لم يرفع الخلاف وخاصة أنه شيء آخر طال السنة وهو منع تدوين الحديث يعني قرابة تسعين عام الحديث كان ممنوعا أن يكتبه أحد وبهذا المنع ضاع الكثير من أحاديث الرسول صلى الله عليه وآله فإذا أنت ما تقدر تقول أن القرآن والسنة يرفعان الخلاف مع أن الخلاف موجود فكيف الله سبحانه وتعالى نظر من عين رحيمة للناس اللي كانوا في زمان الأنبياء في زمان الرسول محمد صلى الله عليه وآله جعل فيهم من يرفع الاختلاف لكن في زماننا لم يجعل شنو فرقنا عن أولئك الذي خلقهم خلقنا ايضا زين هنا الشام انقطع قال هسه اني اقلب الايه عليك اني اسالك <applause> نفس السؤال كرر وسال هشام هل الله ارحم بعباده منهم لانفسهم ام العباد ارحم بانفسهم من الله زين الجواب واضح ان الله ارحم لعباده انظر لهم إذا الله سبحانه وتعالى أنظر لهم من رحمته ماذا فعل ليصلوا إلى الحق ويرتفع الخلاف بينهم أرسل رسوله محمدا صلى الله عليه وآله زين بعد الرسول هشام بن الحكم في الجواب زين القرآن موجود والإمام أيضا موجود هذا الإمام حافظ لسنة الرسول صلى الله عليه واله، وهذا الإمام معصوم من الخطأ. فإذا الناس كانوا يقبلون تعيين الله سبحانه وتعالى للإمام، ويخضعون لهذا الحكم الإلهي، خلاص يكون هذا الميزان، في أي شيء نختلف نرجع إلى الإمام. نقول: اختلفنا في هذا الأمر. في زمان الرسول نرجع إلى الرسول. الآن، في زمان الإمام الصادق نرجع إلى الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام. فكلامه كلام الفصل. لأنه منصوب من قبل الله وقد بلغ الرسول صلى الله عليه واله ذلك. وهذا هم معصوم وعند علم الرسول. لأن رسول الله صلى الله عليه واله علم أمير المؤمنين علياً عليه السلام ألف باب من العلم. من كل باب يفتح ألف باب. علمه ما كان وما يكون وما هو كائن. زين؟ وطبعا هذا امر لا يخرج عن قدرة الله سبحانه وتعالى، الله يريد ان يعلم رسوله علم ما كان وما يكون وما هو كائن. عاجز؟ كلا والف كلا سبحانه عن ذلك ويتعالى عن ذلك، الله ليس بعاجز. فاذا اراد ان يعلم رسوله علم ما كان وما يكون وما هو كائن، الله قادر على ذلك، زين؟ الله يامر رسوله بان يعلم عليا عليه السلام علم ما كان وما يكون وما هو كائن، هذا فيه اشكال؟ ما في اشكال، لا اشكال عقلي بل النقل دل على ذلك، بل الاكثر من ذلك العامه في كتبهم مثل كتاب البخاري وكتاب مسلم الصحيح عندهم توجد روايات ان رسول الله صعد المنبر من بعد صلاه الصبح الى وقت صلاة المغرب ولم ينزل من المنبر الا في اوقات الصلوات. زين فالرواية اللي موجودة في البخاري وفي مسلم تقول: فرسول الله صلى الله عليه واله ذكر ما كان وما يكون وما هو كائن. زين اذا الرسول على المنبر كما يقولون علم اصحابه ما كان وما يكون وما هو كائن. احنا بدرجة أضيق نقول، نقول الرسول صلى الله عليه واله علم الأئمة مو أنه علم الأصحاب الذين كانوا في المسجد. إذاً الرسول علم علياً أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام. وهذا العلم تورث بين الأئمة عليهم الصلاة والسلام، فالله نصبهم وعصمهم وعلمهم. فإذاً أي مسألة خلافية تروح يما يحل الخلاف هو ليس بجاهل حتى لا يتمكن من حل الخلاف الآن أنت يمكن تروح عند شخص عالم في مسألة خلافية تسأله يقول ما أتذكر المسألة أحتاج إلى مراجعة لأن العالم مهما كان عالما الآية, الشري... الآية الشريفة تقول وما أوتيتم من العلم إلا قليلا أحيانا حتى لو هو أهل خبرة تجي مسألة هذه مسألة مستحدثة أو ما نفكر فيها أو ناسيها يحتاج لأ إلى مراجعة زين هذا الشخص اللي الله يعينه لازم يكون عنده العلم لا ينسى هذا العلم ويكون معصوم لا يخطئ لأن أحيانا الإنسان عالم بس يخطئ خطأ يذكر شيء سهوا أو غفلة يذكر شيئا زين فإذا بعد الرسول هناك ائمه. هسه الشامي سال امام هذا الزمان منو؟ هشام بن الحكم اشار الى الامام الصادق عليه الصلاه والسلام قال: هذا القاعد الذي تشد اليه الرحال ويخبرنا باخبار السماء والارض وراثه عن اب عن جد. هذا فالناس لازم يرجعون اليه وكلمته تكون كلمة الفصل، هسه اذا الناس ما راجعوا اليه خالفوا كلامه، ذهبوا يمينا، ذهبوا شمالا. هذه مشكله الناس. وليست مشكله من هذا الامام. وليس لعدم رحم الله ورحمه الله سبحانه وتعالى للناس. مثل الرسول. الرسول ارسله الله سبحانه وتعالى رحمه للعالمين وما ارسلناك الا رحمه للعالمين وخلاف الناس في المسائل المختلفه سواء في العقائد او في الاحكام او في الاخلاق او في اي شيء اخر اذا يراجعون الرسول صلى الله عليه واله يرفع الخلاف كلمه الفصل له لكن اذا الناس ما راجعوا اليه المشركون حاربوا الرسول، هاي المشكله فيهم لأن لا يكون للناس على الله حجه بعد الرسل في يوم القيامه، ما يقدرون يحتجون لولا ارسلت الينا رسولا فنتبع اياتك من قبل ان نذل ونخزى ما لهم حجه، الحجه لله سبحانه وتعالى عليهم إذا ما تبعوا المشكلة منهم وإلا الله سبحانه وتعالى نظر إليهم نظرة رحيمة رحمهم بإرسال الرسول هم رفضوا هذه الرحمة كذلك الأئمة الله سبحانه وتعالى عينهم والرسول بلغ ما أمره الله سبحانه وتعالى بذلك يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك بلغ الرسول المفروض أن الناس يأتون يراجعون الإمام في كل شيء إذا ما راجعوا الإمام هاي المشكلة فيهم لا المشكلة في الإمام ولا في الرسول ولا بسبب أن الله لم ينظر إلى الناس نظرة رحيمة زين هذا جالس ها هنا زين وصل الكلام إلى المرحلة النهائية هسه هذا الشامي يقول من أين أعرف أن هذا إمام زين من حقه يسأل مو كل واحد يدعي اني امام نصدقه في الدعاء ما اكثر الذين كانوا يكذبون مثل ادعياء النبوه، مو كل واحد يدعي اني النبي نصدقه. اذا واحد يدعي انه نبي لازم يكون عنده ايه بينه. زين موسى عليه السلام ادعى انه نبي فرعون ساله شنو الدليل؟ اراه الدليل. الدليل العصا واليد البيضاء. اضافه الى تسع ايات بينات اخرى. عيسى عليه السلام وعلى نبينا واله ادعى النبوه. زين ما هو دليل صدقه؟ اراهم الايه ايات من الله سبحانه وتعالى يبرئ الاكمه باذن الله، يبرئ الابرص باذن الله، يحيي الموتى باذن الله. يخبرهم بما ياكلون وما يدخرون في بيوتهم. هذا علم الله سبحانه وتعالى اطلعه عليه عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا الا من ارتضى من رسول علم الغيب خاص بالله لكن الله سبحانه وتعالى اذا اراد ان يطلع نبيه ببعض الغيب قادر او ليس بقادر طبعا قادر هذه الايه في سوره الجن فلا يظهر على غيبه احدا إلا من ارتضى من رسول الله سبحانه وتعالى كان يخبر ببعض المغيبات رسله زين عيسى عليه السلام كان يقول وانبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم بتعليم من الله سبحانه وتعالى زين الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام هو الإمام ما هو الدليل؟ هنا الهشام هنا هشام بن الحكم دوره انتهى، قال له هو موجود ما دام هو موجود اسأله عما بدا لك، عن أي شيء تريد اسأله، احنا ذكرنا ما مضى أن الأنبياء وأيضا الأئمة طرق إثبات صحة إدعائهم شنو؟ بالنسبة للأئمة الطريق الأوضح للناس النص رسول الله صلى الله عليه وآله الذي نعترف بنبوته وبرسالته في يوم الغدير وفي غير يوم الغدير بلغ من كنت مولاه فهذا علي مولاه اللهم والي من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي أنت ولي كل مؤمن بعدي ونصوص كثيرة ومتواترة وشاء الله سبحانه وتعالى أن هذه النصوص يرويها المسلمون جميعا مو فقط نصوص يرويها الشيعة ترويها الشيعة لا غير الشيعة هم يروها ولذلك هذه النصوص موجودة أيضا في كتب العامة وبعض العامة متورطين بهذه النصوص اذا يقدر يحاول انه يشكك في السند واذا ما يمكن التشكيك في السند التشكيك في الدلاله لكن الحجه تامه اذا واحد يحكم فكره وفي حكم عقله يرى ان الرسول صلى الله عليه واله عين امير المؤمنين عليا عليه الصلاه والسلام للامامة من بعده وللخلافة من بعده بامر من الله سبحانه وتعالى. وبعد الرسول وبعد امير المؤمنين عليه الصلاه والسلام الائمة واحدا بعد الاخر توجد النصوص فيهم. زين هذا اسهل الطرق. هناك طرق اخرى موجوده. من اهمها العلم. طبعا هذا خاص ببعض الناس لأن أكثر الناس المسائل العلمية الدقيقة لا يلتفتون إليها أرفع من مستواهم العلم طريق وهناك طرق أخرى مذكورة في الروايات ستأتي إن شاء الله تباعا في هذا الباب الذي نبحثه في هذه الحلقات إن شاء الله تعالى زين فهشام بن الحكم قال هذا سله عما عم بدا لك زين الشامي قال قطعت عذري فعلي السؤال انت قلت هذا الامام واذا تريد تعرف امامته اساله بعد ما يصير تتهرب انه ما تساله اسأله الامام الصادق عليه الصلاه والسلام اراد ان يري الشامي كرامه او ماشي اذا ان شئت عبر معجزه لأن الله سبحانه وتعالى أكرم أولياءه الأنبياء والأوصياء الأئمة عليهم الصلاة والسلام بأن حباهم بقدرة فوق قدرة سائر الناس هذا إضافة إلى العلم إضافة إلى تحليهم بصفات مثل العصمة مثلا وما إلى ذلك أيضا الله سبحانه وتعالى أعطاهم ولاية ولاية تكوينية هذه الولاية التكوينية يعني قدرة التصرف في الكون هذه القدرة أكثر من قدرة سائر الناس بحيث أنه إذا واحد يرى صدور ذلك الفعل منه يعلم بأن هذا إنسان صادق في الدعاء والقدرة اللي عنده قدرة إلهية ليست قدرة بشرية يعني لما عيسى بلمسة يد يبرئ الأكمه والأبرص هذا مبين هاي قدرة إلهية، الله سبحانه وتعالى أعطاها الولاية التكوينية. زين المقدار اللي الله سبحانه وتعالى أعطى الولاية التكوينية للأنبياء والأمة يختلف من نبي إلى نبي، ومن الأنبياء إلى الأئمة عليهم الصلاة والسلام. قد تكون ولاية تكوينية واسعة، وقد تكون ولاية تكوينية في بعض الأمور. وكذلك الله سبحانه وتعالى أطلعهم على الغيب. بمقدار قد يكون اطلاع اياهم على الغيب كثير وقد يكون قليل. مثل ما عيسى عليه الصلاه والسلام من معاجز انه ينبئ وانبئكم بما تاكلون وما تدخرون في بيوتكم. الله سبحانه وتعالى ايضا اعطى الرسول صلى الله عليه واله والائمه عليهم الصلاه والسلام علم الغيب. ليسهم علم الغيب من ذاتهم كلا لأن كل كمال هو من الله قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله علم الغيب خاص بالله لكن الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يعطي قليلا أو كثيرا من علم الغيب إلى أحد عباده المصطفين يتمكن قادر فالله سبحانه وتعالى لا يظهر على غيبه احدا الا من ارتضى من رسول، والرسول يعلم غيره يمكن، احنا الان عندنا روايات عن رسول الله صلى الله عليه واله في الملاحم والفتن وفي المغيبات، المسلمون شيعه وسنه وغيرهم قد رووا تلك الروايات. زين احنا الان بعض المغيبات نعلم بها. كيف؟ لان الله علم الرسول والرسول بين وصلتنا. احنا الان نعلم بالقيامه وبعض تفاصيلها. نعم، كيف نعلم؟ هذا من الغيب، لأن الله ذكرها في القرآن والرسول بلغ القرآن إلينا. أو الله سبحانه وتعالى علم الرسول والرسول ذكر ذلك لأصحابه ويدا بيد انتقلت إلينا، أو إلى الأئمة عليهم الصلاة والسلام ومن الأئمة انتقلت إلينا. زين. فهذا الشامي يجي يسأل الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام، الإمام يقول له أنت تحركت من الشام وجئت إلى المدينة أو مكة لعله كان في الحج، لا بأس أنا أخبرك بتفاصيل سفرك من اليوم اللي طلعت من الشام إلى أن وصلت إلى الحجاز، قال أبو عبد الله عليه السلام: يا شامي أخبرك كيف كان سفرك؟ وكيف كان طريقك كان كذا وكذا الامام قام يبين فاقبل الشامي يقول صدقت صحيح اسلمت لله الساعه يعني الان اصبحت مسلما الامام قال لا انت كنت مسلم لكن اصبحت مؤمنا لان هناك بين الايمان والاسلام فرق الإيمان أخص من الإسلام قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم الإسلام شنو هو؟ الإس... الإنسان كان يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله أو في هذا الزمان إذا واحد كافر يريد يسلم يتشهد الشهادتين يقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله بذلك يصبح مسلما زين هل هو قلبا يعتقد قد لا يعتقد ذلك مثل المنافقين المنافقون لم يعقدوا قلبهم على الايمان لكن كانوا يتشهدون الشهادتين وكانوا يحضرون إلى الصلاة أيضا بالظاهر يصومون حالهم حال وقية المسلمين في الظاهر إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون لأنه كلامهم ما يطابق اعتقادهم هم لا يعتقدون بنبوة الرسول لكن بالظاهر يظهرون ذلك بلسانهم المنافق هل هو مسلم نعم مسلم لأنه يتشهد الشهادتين الآن كل من تشهد الشهادتين يعتبر مسلما وهذا أمر اتفق عليه المسلمون لا يكفرون من تشهد الشهادتين إلا في حالات خاصة والمشكلة أنه الآن في هذا الزمان الوهابيون هاي الحالة الخاصة معمميها يعني تقريبا كل واحد لا يتفق مع عقيدتهم يكفرونه واذا كفروهم يبيحون دمه ويفعلون ما يفعلون اذا الانسان دخل في الاسلام ولو بالنفاق ولو بحاله اضطرار ولا تقولوا لمن القى اليكم السلامه لست مؤمنا تبتغون عرض الحياه الدنيا في قضيه صارت في حرب من الحروب استولى المسلم على الكافر رفع السيف ليقتله فهذا الكافر تشهد الشهادتين طبعا الظاهر أنه تشهد الشهادتين لكي ينقذ نفسه لذلك المسلم لم يعر له أهمية لتشهده بالشهادتين وقتله نزلت هذه الآية ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا يعني الغنيمة كانوا يريدون يسلبون هذا الكافر لأنه في الحرب كانت من قتل قتيلا فله سلبه الرسول قال له هل لا شققت عن قلبه صحيح القرينة تقول بأنه هذا كان إسلام ظاهري يريد ينقذ نفسه من القتل لكن هذا بالظاهر يمكن الواقع هم أسلم وبعدين حتى لو لم يسلم بقلبه مجرد أن أظهر الإسلام بلسانه الله سبحانه وتعالى يجري عليه أحكام الإسلام أحكام الإسلام شنو؟ التوارث التناكح يعني الرسول صلى الله عليه واله لم يفصل بين المرأة المؤمنة وزوجها المنافق كله وإذا كان يموت هذا المنافق كان يدفن في مقابر المسلمين أحكام الإسلام الظاهرية تجري عليه نعم الثواب بالإيمان يعني يوم القيامة المنافق في الدرك الأسفل من النار يسلب منه التوحيد والنبوه لكن في الدنيا كل من تشهد الشهادتين يحكم عليه بالاسلام الظاهري قلبه عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامه الله سبحانه وتعالى يفصل بينهم لذلك الرجل الشامي عندما قال اسلمت لله الساعه فقال ابو عبد الله عليه السلام بل امنت بالله الساعه لان النبوه والتوحيد سبب الدخول في الاسلام الظاهري لكن اذا تريد تصير مؤمن حقيقي لازم تعتقد بكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه واله ومما جاء به الرسول الامامه اذا واحد ما يعتقد بالامامه هو مسلم لكنه ليس بمؤمن وحديث ستفترق امتي على 73 فرقه كلها في النار إلا واحدة اللي هي الفرقة الناجية هذا حديث معروف بين المسلمين زين كلها في النار إلا واحدة كلها في النار يعني يحشرون مع الكفار في يوم القيامة يسلب عنهم الإسلام لكن هذا يوم القيامة الله سبحانه وتعالى يفصل أما الآن إحنا في الدنيا شنو تكليفنا أن كل من تشهد الشهادتين إلا فيما استثني نعتبره مسلم ونجري عليه أحكام الإسلام لذا الإمام عليه الصلاة والسلام بل آمنت يقول بل آمنت بالله الساعة إن الإسلام قبل الإيمان الإنسان يسلم ثم بعد ذلك يؤمن قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وعليه يتوارثون لأن الكافر لا يرث المسلم صحيح المسلم يرث الكافر لكن الكافر لا يرث المسلم. فالتوارث يعني من الطرفين بالاسلام ويتناكحون زواج يعني واحد من فرقه اسلاميه يتزوج واحده من فرقه اسلاميه اخرى ما في اشكال. ولكن والايمان عليه يثابون. الثواب على الايمان في يوم القيامه إذا واحد من الفرق غير الفرق الناجية يكون في النار يحبط عمله لا يثاب على عمله لأنه خالف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله فقال الشامي صدقت فأنا الساعة أشهد أن لا إله إلا الله هذا تأكيد للتوحيد وأن محمدا رسول الله تأكيد لاعتقاده بالنبوة وأنك وصي الأوصياء لان قبل الامام الصادق امير المؤمنين وصي الامام الحسن وصي الامام الحسين وصي الامام زين العابدين وصي الامام محمد الباقر وصي فالامام الصادق وصي هؤلاء الخمسه فهو وصي اوصيا هذا في زمانه كان طبعا الان في زماننا الى الامام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف هذا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد واله الطيبين الطاهرين